الانسان عنده واحد الكلمات وجهيه لان ما قيل فيه الكفايه. وهذا الشيء غادي نردكم الكلام اللي قلت لكم اول ما التحقت بالمؤسسه. وقلت لكم بان الانسان داخل الاسره ترعاه جوج الناس باه ومو. وكاين اللي كترعاه غير مو كاين اللي كيرعاه باه. وقلت لكم بانكم انتوما من جلاله الملك الثلاث الشوش اللي في العشره اللي في الباب خدامين معاكم انتوما. يعني انك تقول بانني افتخر بانني ولد مؤسسه باش تكون الدوله كلها من جلاله الملك الاصغر شخص ماشي يعني نهضروا على الحرات هذو كلهم خدامين معاكم انتوما. يعني هذه الكميه ديال الحب واش كيدار كله كيدار عن حب راه ما كيدارش ما كيتضغطش علينا هذا الشيء كنديروه كنديروه. وهاد الناس دابا حتى الاطر ديالكم كيتطوعوا كيزيدوا من عندهم ما كيقولش انا ما كيزيد من عندهم لان هذه مساله ديال منين تمشيو ما تكونوش عاقين ما يكونش مسخوط. التفت هذه راه ام هذه منكم التفت لها ولو كما قالوا الاخوان غير بزياره وافتخر انني ولد دار الاطفال وانا بنت دار الاطفال واتحدى لانكم نتوما ام كلها رد لكم بها ماشي بالزمن راه كما قالوا الاخوان ربما كنخليو ولادنا في الدار وكنجيو عندكم يعني كنقولوا راكم بحالكم بحالو. خذوا هذه المساله على انكم ناس عشتوا في واحد المؤسسه كيبغيوكم الناس وكان تيقبلوا حتى الهبال ديالكم يا صراحه هادشي لانكم تتعاملوا انكم ولادنا ما تلفتوا للمؤسسه ما تمشيوش كما دار واحد مجموعه ديال الاجيال جيو سولوا فيكم وغتلقاونا كما بغيتوا تلقاونا وغتحتاجونا. الا تلفتوا انا كنقول لهم واحد القضيه قدام سيدي من دول الا تلفتوا رجعوا لهنا اللي تلف ما لقى ما يدير وتلفت ليه الامور وعنده شي مشكل اول ناس يطيحوا ليه في باله هما حنا حنا هما والديكم. عندك شي حاجه شي توجيه اي حاجه السي مصطفى ولا الاخت ايمان وتحديدا السي طارق كنشوف باش التعامل ديالهم بقاو بنفس قولوا راه غير حنا ولاد كبرنا وخرجنا من الدار مشينا خدامين كنرجعوا للدار هادي اذا بغيتو تهضروا كيعاود يرجع للدار ماشي تيقطع قولوا راه خرجنا كبرنا ولكن كنرجعوا لدارنا. السلام عليكم انا جيت نسول فيكم واذا تلفت لكم مرحبا بكم راه تلقاو الدار ونفس الاستقبال ونفس التعامل وهذا راه تقليد عليكم وانا كنتي وسجل سجل التاريخ الله يرضي عليكم. اذا مشيتو ما تدخلوش الباب خليو الباب محلول مره مره جيو طلوا وراه تلقاو راكم وشكرا.